ومما جاء من أخبار سليمان عليه السلام في حديثه مع النمل وأخباره ذكر أنه عليه السلام رأى نملة تحمل حبة قمح ثم تذهب إلى شاطئ البحر فتخرج ضفدعة فتحمل هذه النملة إلى مكان معين ثم تغوص بها يسيرا ثم تخرج ثم خرجت النملة ورجعت أدراجها فسألها سليمان عليه السلام يا أيتها النملة ما خبرك؟ فقالت يا نبي الله اسمعوا إلى هذه الكلمات العجيبة من هذه النملة يا نبي الله إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دودة عمياء وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقها فأنا أحمل رزقها وسخر الله تعالى هذه الضفدعة لتحملني إليها. قال لها سليمان وهل سمعت لها من تسبيحة؟ سبحان الله. انظر إلى هم الصالحين يفكر في العبادة فقط، فهو يسأل يقول للنملة هل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت نعم، إنها تقول يا من لم ينسني في جوف هذه الصخرة تحت هذه الدلجة برزقك لا تنس عبادك المؤمنين من رحمتك. الله أكبر. المؤمنون تستغفر لهم وتدعو لهم حتى هذه الدواب رحمة من الله تبارك وتعالى وفضلا منه لعباده المتقين.